صباحكم بالخير. اليوم الأربعاء 23 تموز يوليو، اليوم القمر مرافقنا بعده برج الجوزاء الهوائي. اليوم هو أول نهار بتكون فيه شمس موجودة ببرج الأسد، فكيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ بنبدأ مع أول برج، برج الحمل. بالنسبة لإلك اليوم مولود برج الحمل، هيدا نهار جيد يبشر بالخير، هيدا نهار حلو بتتسلى فيه، هيدا نهار بتفرح فيه، هيدا نهار بتنجح فيه في المفاوضات والأبحاث والدراسات والتنقلات. تعتبر الأكثر حظا 22-23 أدار مارس. بننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار بيصير فيه بحث بمسائل يمكن عائلية، بأخبار وحكايات العلاقة بالبيت، ويمكن يكون في أيضا بعض المصاريف. مولود برج الثور المهم الجو العام جيد إيجابي ويبشر بفرحة أو انفراج لمسألة مالية يمكن كانت عالقة مؤخرا. وبعتبر المولود الأنشط اليوم يلي عم بيسهل أموره هو مولود شهر أيار مايو. منكمل مع برج الجوزاء. تفتح بوجهك اليوم مولود برج الجوزاء، على أي صعيد أنت بتختاره الأجواء اليوم ميسرة، في ركض، في سرعة في الإيقاع، اليوم في أجواء حلوة، عم تفكر في الدراسة، عم تفكر يمكن بالانتقال إلى مكان آخر، في حركة وحابب تدخل حياتك أو على روتينك اليومي شيء جديد جدا. وبعتبر الأوفر حظا مواليد أيار مايو، تحديدا 23 و24 أيار مايو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان الجو اليوم هادي، معليش إذا الإيقاع بطيء، معليش إذا اليوم حسيت إنه ما في شيء عم يزبط، معليش إذا حسيت إنه الأمور بدها نتفت تريث ونتفت هدوء وانتظار، معليش بكرة وبعد بكرة بتعوض عن كل شيء تأخير أو تراجع، المهم ما يصير في عنا تراجع كبير، والمهم ما يكون عنا خسائر، فانتبه للأمور وانتبه ما تضيع أغراضك. بيبقى الأكثر حظا مولود 22 تموز يوليو وأيضا مواليد شهر حزيران يونيو. بنكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد الجو اليوم مميز، الجو اليوم كتير حلو، الجو اليوم عادة بيحمل عجقة أصحاب، لكن اليوم وكأنه في جو احتفال، وكأنه في هيصة كتير كبيرة. الطاقة اللي عندك إيجابية تجذب الشعبية، الدعم والتأييد. وبعتبر مولود 23 و24 و25 تموز يوليو الأكثر حظا. بنكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء بعتبر هيدا نهار شوي ضعيف، هيدا نهار ما فيك تراهن فيه على الحظوظ بل على جهودك الخاصة والمتابعة والمثابرة. نهار بيمتحنك، نهار بتحس فيه انه فعلا انت تحت التقييم وكأنه حدا عم بيقيمك، لذلك معقول كتير اهلك أو المسؤولين عندك يمكن يطلبوا منك مسألة وتضطر انك تجاوب عليها. بيبقى المولود الأكثر تعبا مولود شهر آب أغسطس. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان بتحس اليوم انك اخف ومبسوط اكثر من اي نهار اخر، الاجواء اليوم حلوه جدا، الاجواء اليوم مشجعه لحتى تلعب دورك وتمارس كل صلاحياتك، الاجواء مميزه بتحمل نجاح، تقدم وايضا خطوه نوعيه بتناسبك، لكن اذا كنت من مواليد 19-22 اكتوبر تشرين الاول كون حذر جدا. بنكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب الأجواء اليوم متطلبة، ما تفكر اليوم مولود برج العقرب أن أمورك رح تمشي بكل سهولة من دون ما حدا يدقق فيها، الغلطة اللي أنت مفكر أنه صغيرة كتير في حدا رح يكتشفها ويطالبك فيها، ما تطلع من بيتك من دون كل وراءك وأحد أفراد العائلة يمكن أحد الوالدين اليوم يكون شوي متطلب. بيبقى المولود الأقل حظا انتبهوا 8-9 نوفمبر تشرين الثاني. منكمل مع برج القوس. مولود برج القوس بعتبر هيدا نهار يمكن يحمل سفر، يمكن يحمل لقاء مع شخص أجنبي، شخص وجه جديد ما بتعرفه، الأمر اللي معقول أول شيء يسبب لك توتر ويمكن حتى يحطك بخلاف أو بجدال، فطول بالك مش دغري تعصب ومش دغري تطلق أحكامك المسبقة أو يمكن المتسرعة، معقولة تندم. نهار جيد لحتى تتعامل فيه مع الآخرين، لكن انتبه من مخالفات قانونية اليوم تحديدا. الأكثر حظا 22-23 نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج الجدي.
مولود برج الجدي يمكن أصعب فترة، أشرس منافسة صارت وراك، لكن هذا ما معناته أنه أنت تخطيت العمل، بمعنى أنه مطلوب منك تسابر تكمل لحتى توصل أكثر. الأجواء اليوم فيها شغل، فيها مطلوب المتابعة، انتبه لمسألة صحية اليوم لأنه الجو شوي متعب صحيا. وبعتبر المولود اللي معقولة يحس حاله أنه في حظ عنده أكثر من غيره، مولود كانون الأول ديسمبر. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو الجو اليوم حلو للأجواء العائلية، للأجواء الرومانسية، للأجواء الاجتماعية، المهم يكون في لقاءات، يكون في تلاقي، لأنه الجو بيحمل انسجام ومصالحة، فاشتغل على هالنقطة من هلأ. ليش؟ لأنه الأيام المقبلة ال 29 اليوم اللي جايين معقول يحملوا لك مشاكسات، خلافات ومنافسات شديدة. الأكثر حظا 20 ل 22 كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت يمكن مهموم شوي، يمكن طالع بالك تقعد بالبيت، يمكن مولود برج الحوت طالع بالك انك تهتم فقط بحالك، ما بدك تشوف حدا، بدك تطفي الاضوء، تطفي الموبايل، مع كل الحق كانت ايام شوي متعبة، لكن بقول لك انه اليوم نهار مناسب لحتى تبلش تشوف شو لازم تعمل، كيف بدك تتقدم في شغل. يمكن العمل المنزلي هو يكون أكثر شيء متعب بالنسبة لك. على كل في حظوظ عند مواليد شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بقول له لمولود اليوم انه هيدي السنه بدك تشتغل فيها اكثر على صحتك وسلامتك النفسيه والمعنويه، كفاءاتك مؤهلاتك بدنا نشتغل عليهم، صفحه جديده بانتظارك. شهر تموز يوليو نوفمبر تشرين الثاني اذار مارس هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي. ثانك يو لك.